90 دقيقة فقط لزمت شركاء أنقرة في حلف شمال الأطلسي لإعلان دعمهم السياسي للحملة التي يخوضها الجيش التركي ضد حزب العمال الكردستاني وتنظيم الدولة الإسلامية. اجتماع الحلفاء 27 جاء وفقا للمادة الرابعة من ميثاق الناتو التي تسمح لأي عضو طلب إجراء مشاورات مع الحلفاء الآخرين إذا شعر بأن أمنه مهدد. نجتمع اليوم بموجب البند الرابع من معاهدة واشنطن وبطلب من تركيا، حيث يأتي هذا الاجتماع في الوقت المناسب لمواجهة عدم الاستقرار على أبواب تركيا وحدود الناتو، ونحن متضامنون بقوة مع حليفتنا تركيا. لا تسعى تركيا وراء البند الخامس الذي يلزم الحلفاء ببحث تقديم مساعدة عسكرية، لكنها لجأت إلى البند الرابع مرتين عام 2012 لطلب إجراء مشاورات مع حلفائها بشأن الصراع في سوريا، خاصة بعد إسقاط مضادات سورية طائرة حربية تركية. إذا تعرض بلد في الحلف إلى الهجوم فإن الناتو يقدم جميع الدعم بكل السبل. تركيا تتعرض حاليا للهجوم وتمارس حقها في الدفاع عن نفسها، وسوف تمارس هذا الحق حتى النهاية. العمليات العسكرية التركية لاقت دعما فرنسيا وسعوديا مؤخرا، وسبق ذلك تفاهم بين أنقرة وواشنطن بشأن ضرورة وجود منطقة خالية من تنظيم الدولة الإسلامية شمال سوريا، ما يمهد لعودة جزئية للاجئين السوريين المقيمين في تركيا والمقدر عددهم بنحو مليوني نسمة.